وتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أحس كأنني أعيش في عصر قديم يختلف عن هذا العصر الذي يسيطر فيه القانون على كل البشر ويصبح بالنسبة لهم كالمظلة التي تحمي الإنسان من حرارة الشمس الحارقة. ولكن مع الأسف هناك في ضمائر البعض سراديب وكهوف وظيفتها تنمية الشر في ظلماتها، فترتفع درجة الحقد داخل هذه النفس. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذا الحوار بين المعلم صاحب المقهى والذي يتصف بالقوة وزوجته التي تعتبر كالجارية التي تنفذ له كل طلباته وهو في منتهى السعادة. رتيبة رتيبة. ايوه يا سعادتك. فين الشاي اللي قلتلك تعمليه؟ عملته خلاص وحصبه في الكوباية. وانت لسه هتصبيه؟ ده انت بقالك نصف ساعة. معلش يا اخويا اعذرني، اصلي كنت بنشر الغسيل. طب كنت نشري الغسيل بعد ما تعملي الشاي. انا غلطانة يا اخويا، حقك علي. اتفضل اتفضل اشرب الشاي بالهنا والشفا. ودين النبي لما كنتش اعتذرتي كنت قمت هريتك من الضرب. ربنا يخليك ليا يا ابو قلب حنين. انا هشرب الشاي واقوم الحق القطر. ليه يا اخويا؟ هو انت مسافر؟ ايوه مسافر طنطا. مسافر طنطا ليه؟ هو انت اشتقت ورايح تزور مقام سيدي السيد البدوي؟ انا هزور مقام سيدي السيد البدوي وقابل المعلم رشوان. ويطلع مين المعلم رشوان ده يا سعادته؟ ده عنده اكبر قهوه في طنطا. طب وانت عاوز اشتري منه القهوه؟ اصل سمعت انه عاوز يبيعها. وعاوز تشتريها ليه يا سعادته؟ ما قهوتنا اللي في المنشيه حلوه والله، ما صلي على النبي زباينها ياما. ايوه بس القهوه اللي في طنطا حاجه تانيه. حاجه تانيه ازاي يعني؟ اولا هي في الميدان اللي فيه جامع السيد البدوي، والمكان ده زواره كتير كتير قوي قوي. تقصد يعني الزباين بتوعها هيبقوا كتير؟ ايوه يعني دخلها قد دخل قهوتنا اللي هنا 10 مرات. بس دي يا اخويا هيكون سعرها غالي قوي. ما انا رايح اقابل صاحبها المعلم رشوان، وعلى الله بقى يوافق ويطلب مني مبلغ معقول. وتفتكر هو هيوافق؟ ايوه ممكن يوافق، اصل بيني وبينه صداقه قديمه قوي ايام ما كنا احنا الاتنين يعني جرسونات في القهاوي. بس انت معاك تمنها؟ انا معايا قرشين حلوين، وكمان هبيع قهوتي فهيبقى معايا المبلغ المطلوب. خلاص يا اخوي سافر، انت اضرب مصلحتك يا سعادته. ادعيلي ادعيلي من قلب كراتيبة عشان ربنا يوفقني. ربنا ينولك اللي في بالك يا سيد الرجاله. يا رب. وهترجع في قطر الساعه كام؟ يمكن مرجعش الليله وبات في طنطا. طب ايه اللي هيخليك تبات في طنطا بعيد عني؟ اصلي يمكن القعدة مع المعلم رشوان تطول شوية. والقعدة تطول ليه؟ دول كلمتين حيقولهم، يا حيوافق على المبلغ اللي هتعرضه عليه يا مش حيوافق. حتى لو مش حيوافق لابد حيعزمني على العشاء. يعزمك على العشاء؟ ايوة. لا. مش قلتلك ده صديق العمر؟ بس صديق العمر ده طبعا طبعا بعد العشاء هيحلف 100 يمين نقعد مع بعض شوية. خلاص يا سعادته اقعد وتعشى واتبسط وربنا يخليكوا لبعض. كمان ادعيلي وقولي ربنا ينولني اللي في بالي. ربنا ينولك اللي في بالك يا عطوة يا اجدع راجل في الدنيا. ويسافر يا سيد الرئيس وحضرات المستشارين المدعو عطوة علي والحلواني الى طنطا، ولكنه لم يعد الى بيته، مما جعل زوجته يمتلئ قلبها بالقلق عليه، فاضطرت أن تسافر إلى طنطا وتسأل عنه عند المعلم رشوان الفقي. ولكن مع الأسف يخبرها بأن زوجها لم يحضر، مما جعل الرعب يدب في قلبها، فأبلغت الشرطة باختفاء زوجها، وأخذ جهاز الشرطة يبحث عنه في كل مكان. وأخيرا
تم العثور على جثة داخل جوال ملقا على الطريق الصحراوي، فانتقلنا الى مكان وجود هذا الجوال، وتبين لنا ان به جثة المجني عليه عطوة الحلواني، وعلى مقربة من مكان وجود الجثة عثرنا على السكين اداة الجريمة، فامر بتجهيزها وارسالها الى المعمل الجنائي لرفع اي بصمات قد توجد عليها، كما امرنا بنقل الجثة الى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة اسباب الوفاة، واجرينا التحقيقات. بطل عياط يا رتيبة. ابطل عياط ازاي يا بيه؟ جوزي حبيبي انقتل، جوزي حبيب قلبي. احنا مقدرين موقفك، بس لمصلحة التحقيق لازم تبطل عياط عشان نلتقط معلومة ممكن توصلنا لقاتل جوزك. اعملوا معروف، اعملوا معروف وصلوا له بسرعة المجرم ده عشان يتعلق في حبل المشنقة. ما هو اكيد هيتعلق في حبل المشنقة، بس لما نقبض عليه. طب ليه يقتله؟ ليه يقتله؟ ما هو احنا هنعرف ليه قتله لو تدلين عليه. ادلكم عليه، يا ريتني كنت اعرف، ده انا كنت اجيب اجله. وانت ما بتتهميش شخص معين؟ لا يا بيه، انا ما بتهمش حد. ليه؟ هو المجني عليه ما كانش له اعداء؟ اكيد كان له، امال مين اللي قتله؟ انت ما بتشكيش في شخص معين؟ لا يا بيه ما بشكش. المجني عليه ما كانش بيقولك على اعدائه؟ لا يا بيه، هو عمره ما قال لي على اي حد. وانت ما سألتهوش؟ يوم سبتي، هو انا كنت اقدر اساله عن اي حاجه؟ ليه؟ ليه ما كنتش تقدر تساليه؟ لان لو سالته عن اي شيء في حياته كان هرج التاجي من الدار. طب ليه؟ ده انا وليا وكل مهمتي اخدمه بعناي، لكن اساله عن اي حاجه ده لا يمكن يحصل. افهم من كده انه كان قاسي عليكي؟ لا يا بيه، ان جت للحق هو كان طيب، لكن ان ما عجبوش اي حاجه يتقلب ويبقى اسد زي اللي بيعيشوا في الغاب، وساعتها بقى يا حفيظ على اللي يحصل. يعني انت ما بتتهميش اي شخص؟ لا يا بيه، انا ما بتهمش حد. طيب تقدري تنصرف يا رتيبة واحنا هنحاول نوصل لمرتكب الجريمة. ابوس ايدك يا بيه، اوصلوا للمجرم اللي قتل جوزي، الحيطة اللي كنت بتسند عليها. يعني افهم من كده ان زوجة المجني عليه ما اتهمتش اي حد؟ لا يا حضرة الضبط. طب ازاي ودي زوجته واكيد تعرف كل اسراره الا رتيبة؟ طب ليه؟ لان المجني عليه كان بيعاملها كأنها جارية، كل مهمتها تنفذ طلباته وتنفذ اوامره وبس. ده على كده المجني عليه كان مفتري، والمفتري ده اكيد يبقى له اعداء كتير. فعلا. تبقى مهمتك دلوقتي يا بطل التحري عن كل الاشخاص اللي كانوا على صلة بيه واللي كان بينهم وبينه عداوة، وده اللي هيحصل. طب يلا شد حيلك عشان نخلص ونقفل ملف الجناية الغامضة دي. صباح الخير يا حضرة الضابط، اتفضل اقعد. يا ترى تحرياتك وصلتك للخيط اللي ممكن يكشف غموض الجريمة؟ وصلت للخيط. افهم من كده انك وصلت لمرتكب الجريمة؟ ايوه. ها ويطلع مين؟ ووصلت له ازاي؟ المجني عليه كان مسافر طنطا وما رجعش. ايوه، ما هي زوجة المجني عليه قررت كده، وعشان كده انا سافرت طنطا وعملت تحريات. كويس. لما رجعت من طنطا بعد ما عملت التحريات لقيت واحدة غازية اسمها حسنية وطلبة تقابلني. وكانت عايزة تقابلك ليه؟ علشان تبلغ عن مرتكب الجريمة. ها. عن قاتل المجني عليه عطوة. وطلع مين؟ طلعت واحدة غازية اسمها عواطف عبد الغفار. طب ايه دليل حسنية اللي يثبت ان المدعوة عواطف دي هي مرتكبة الجريمة؟ دليلها انها سمعتها وهي بتحلف 100 يمين ان لازم تجيب اجل المجني عليه. وايه صلة المدعوة عواطف دي بالمجني عليه؟ المجني عليه كان متجوزها عرفي ومأجر لها شقة في طنطا. طب وحسنية؟
صديقة عواطف وبيشتغلوا مع بعض. يعني الاتنين؟ ايوه غوازي وحسنية كانت في زيارة لعواطف في شقتها، وهم قاعدين دخل عليهم المجد عليه، وحصل حديث بين المجد عليه والمدعو عواطف، انتهى بان عواطف صممت على قتل المجد عليه. والحديث ده طبعا سمعته المدعوة حسنية؟ ايوه. وقالت لي انها سمعت عواطف بتقول للمجد عليه عطوة. لا انت الظاهر ما بتحبينيش يا عطوة زي انا ما بحبك. ازاي يا عواطف ما بحبكيش؟ ده انا اللي بموت فيك. ده انت بحر جمال، والبحر ده انا غرقان فيه. والبحر ده عاوز يطمن على نفسه. الله، وانت لسه مش مطمنه يا عواطف؟ ايوه يا اخويا، يعني بعد الشر لو طردتني هطلع من مولد بلا حمص. الله، ومين اللي قال لك ان هترديك؟ انت قلتها يا عطوه بعظمه لسانك لما قلت لك اكتب لي قرشين في البنك باسمي. بقى حكايه اكتب لك قرشين دي فكره تشيليها من دماغك. لا يا اخويا، هو انت ما معكش فلوس؟ معاي، بس هشتري بيهم قهوه هنا في طنطا. افهم من كده انك بتعز القهوه اكتر مني؟ طبعا، لانها مورد رزقي. طب وانا؟ انت طماعه وعاوزه تكوشي عليا وعلى اللي في جيبي. يا عطوه انا جميله وفي رجاله كتير غيرك بيتمنوا مني اشاره. اشاره؟ وانت بقى هتدي الاشاره دي امتى؟ وهتفضل كده هاملني ومش عاوز تامن مستقبلي مع انك مكنز الفلوس قد كده على قلبك؟ لا بقى، ده طامع مش جواز. هو الجواز العرفي اللي بيني وبينك ده بتسميه جواز يا اخويا؟ يا شيخ احمد ربنا ان انا راضيه بيك، ده انت يا اخويا. انا ايه يا وليه طولت لسانه طماعه؟ يا اللي لازم تتأدبي. انت بتضربني؟ اضربك. طيب اضرب يا اخويا اضرب. والله والله لولا وجودك هنا يا حسنية انا كنت جبت اجلها. طب ما تجيب اجل يا اخويا. جيب. هجيبه، بس لو عملت اللي عملتيه وقلتيه النهاردة تاني انا مش قاعد لك. انا ماشي مش طايق اشوف وشك. انا هروح ابات في الكندا. روح في 60 داهية. طب والله العظيم، والله لازم اخد بطاري لما يعتب العتبة دي تاني. هحط له في الشاي كم قرص من دول، ولما يغيب ويدوخ هتبحه وحطه في شوال وارميه في الخلا. يبقى فعلا يا حضرة الضابط المدعوة عواطف هي مرتكبة الجريمة. يبقى سيادتك اصدر الامر بالقبض عليها فورا. يا عواطف بلاش تمثيل، دموعك المزيفة دي مش هتخدعني. انا دموعي مزيفة يا بيه؟ ايوة، لانك انت اللي قتلت عطوة اللي كان متجوزك عرفي. اديك حضرتك قلتها بعظمة لسانك. قلت ايه يا متهم؟ قلت اللي كان متجوزني عرفي. وهو المجنى عليه مش كان متجوزك عرفي برضه؟ يبقى حتله ليه يا بيه؟ ده بكده يبقى طلعت من المولد بلا حمص. لا يا متهمة، انت قتلتيه عشان تنتقم منه لانه ضربك. حتى لو كان قطعني حتت كان لازم استحمل. لازم تستحملي؟ ايوه، لغايه ما احطه في عبي يا بيه. تحطيه في عبك ازاي بقى؟ يا بيه المرحوم كان صاحب مزاج وكان مدمن مخدرات. مدمن مخدرات؟ ايوه، فكان من الممكن وهو متخدر كنت اخليه يكتب لي شيك عشان اخد قرشين من اللي عنده. افهم من كده انك مصر على الانكار؟ انكار ايه يا بيه؟ ده عطوه كان جوزي، والله العظيم ثلاثه كان جوزي، وكنت مطمنه لان لازم هطول منه ايته حاجه يا بيه. لكن يا بيه. لكن هي متهمة، كملي. لكن لما مات هنقول منه ايه؟ مفيش ايها حاجة. وكمان قول اكتر من كده، هنطرد من الشقة. هنطرد من الشقة يا بيه. كررت ارتكابها للجريمة؟
ايوه يا حضرة الضابط، وكمان بصماتها طلعت مخالفة لبصمات مرتكب الجريمة. يبقى فعلا مش هي. بس في دليل مهم جدا. وايه الدليل ده يا حضرة الضابط؟ احنا لما فتشنا شقتها ساعة القبض عليها ما لقيناش عندها الفلوس اللي كانت مع المجد عليها، واللي كان هيدفع منها عربون لصاحب القهوة اللي في طنطا اللي كان عاوز يشتريها. فعلا ده دليل مهم على ان المتهم عواطف ملهاش اي يد في الجريمة. يبقى اكيد في شخص بيكره المجد عليه وكان يعرف ان معاه فلوس. بس يطلع مين؟ على العموم انا عايزك تعمل تحريات واسعة لانك ممكن توصل. انا فعلا هعمل تحريات واكيد هوصل لمرتكب الجريمة. يا حضرة الضابط، حضرتك طلبتني اجي الاسم ليه؟ انا والنبي غلبان، ده انا جرسون على قد حالاتي. ما تخافش يا عجوة، انا جبتك القسم علشان انت فعلا جرسون. هو اللي بيشتغل جرسون بقت جريمة ساعة البيه؟ لا يا عجوة، انا جبتك علشان انت جرسون في قهوة المجني علي عطوة. ايوة بيه، انا كنت جرسون في قهوة المعلم عطوة الله يرحمه. يبقى اكيد تعرف كل اللي بترددوا على القهوة واللي لهم صلة بالمجني عليه، وكمان اللي بينهم وبينه عداوة قديمة. اه ايوه بيه، ده انا اعرفهم واحد واحد. طب قولي مين فيهم اللي كان على خلاف مع المجني عليه؟ ايوه حضرتك الضابط فكرتيني. فكرتك بيه عطوة؟ باللي حصل بين المرحوم المعلم عطوة وسليمان العجلاتي. وايه اللي حصل بين المجني عليه وسليمان العجلاتي؟ وكمان مين سليمان العجلاتي ده؟ وايه صلته بالمجني عليه؟ قريبه؟ لا يا بيه مش قريبه، لكن ده صاحب محل عجل. لكن لا مؤاخذه بقى، مراته ست تقول للقمر قوم وانا اقعد بطرحك. سيبنا من حكايه مرات سليمان وخش في الموضوع على طول. ما هو ده الموضوع يا بيه. انت تقصد تقول ايه؟ اللي اقصده ان المرحوم عطوه كان بيحب موت صنف الحريم، بدليل انه متجوز اتنين، واحدة رسمي والتانية عرفي. فكانت لما تعدي من قدام منه مرات سليمان كان يرمي عليها بكلام كده بقى ايه زي العسل، وعشان كده جه جوزها زمان عشان يعاتب المرحوم في القهوة. تشرب ايه يا معلم سليمان؟ انا مش عاوز اشرب حاجة يا معلم عطو. وهو ده معقول يا معلم تيجي وتقعد على القهوة ما تشربش حاجة؟ ده اكرام الضيف واجب. انا مش جاي الضيف يا معلم عطو، انا جاي علشان اقول لك كلمتين اتنين مفيش غيرهم. اتفضل قول يا معلم سليمان. اظن مفيش واحد في سنك يعمل اللي بتعمله ده حتى يبقى عيب. وايه اللي بعمله يا معلم سليمان ويبقى عيب؟ انت عارف كويس اللي بتعمله وبلاش استعباط. يا نهار ابيض، اني بقى استعباط؟ ما تتكلم كويس يا معلم سليمان. وعاوزنا اتكلم كويس وانت بتعمل عمايل العيال اللي لسه في سن ولادك؟ لا ده كده انت جاي بقى تشتمني في قهوتي وقدام الزباين كمان يا معلم عطوة. قبل ما تقول اي حاجة حافظ على لسانك. احافظ ازاي وانت خليتني اخرج عن طوعي؟ وتخرج عن طوعك ليه بقى؟ لما سمعت وشفت بنفسي. سمعت ايه وشفت ايه؟ وضح كلامك يا عم المعروف. مراتي اشتكت لي منك وقالت لي انها في الرايحه والجايه وانت نازل فيها معاكسك. انا بعاكس مراتك؟ ما انا ما كنتش مصدق. ما هو لازم ما تصدقش. لكن لما استخبيت ورا كشك خضر الدخاخني شفت وسمعت بوداني اللي بتقوله واللي بتعمله لما مراتي تعدي من قدام منك. انت شفت وسمعت؟ ايوه، وده عيب، ده احنا جيران وما يصحش تبقى جاري وتقل ادبك. وعلى مين؟ على حرمتي؟ لا ده انت الظاهر اتجننت وبتهالك حاجات ما حصلتش. لا حصلت، وبلاش استعباط يا عطو. انا بستعبط؟ والله العظيم لولو انك في قهوتي انا كنت قمت وكسرت عظمك. لا ده انا اللي هكسر عظمك. خد نهارك اسود، انت بتمد ايدك عليا؟ ايوه، وهمدها علشان لازم اوريك يا عطوة. انت هتفوت ربين انا وتوريني؟ ايوه، لانك ناقص ادب. وخد لا ده انا بقى اللي هكسر عظمك. خد ايوه خد ايوه. كفايه والنبي يا معلم عطوة، لا احسن سليمان هيموت في ايدك. لا سيبوني ربيه، لازم ربيه.
ايمن وانت. انا عاوزه يضرب. انا يعني ده هيكلفه غالي قوي. هكلفني؟ هكلفني غالي ازاي يا اخويا؟ ايه وريني. هيكلفك غالي لما اجيب اجل. انت راجل هفيه تجيب اجلي؟ تجيب اجل المعلم عطوه؟ لازم اربيك واوريك. ايوه معلم عطوه مش سايبك. هجيب اجلك. سيبوني على بالك. سيبوني عليه بس. سليمان قال كده عجوة؟ يعني كان تهديد علني. ايوه بيه ده كان علني وسمعت وانا بوداني. طب قوم انت عجوة وانصرف واحنا هنتخذ اللازم. يا سعادة البيه اعمل معروف صدقني. وطي صوتك يا سليمان وانت بترد على اسئلتي. حاضر وانا اسف. ووطي على ايدك وبص علشان تصدقني. اصدقك ازاي يا متهم وانت كان تهديدك علني بعد ما المجن عليه ضربك؟ والله العظيم يا سعاده البيه انا كنت ناوي فعلا اجيب اجله لانه راجل ما يختشيش بيعكس حرمتي وعيني عينك واحنا جيران. ده النبي وصى على سبع جار. عشان كده انت قتلته ولازم تعترف. انا لو كنت قتلته كنت لازم اعترف قدام الناس كلها. ده شرف يا بيه وهو محتره. بس خساره ما قتلتهوش. ولما انت ما قتلتهوش امال بقى مين اللي يكون قاتله في نظرك؟ اكيد في حد غيري. والحد غيرك ده يطلع مين؟ انا معرفوش يا بيه. طب والله العظيم انا لو كنت اعرفه كنت وطيت على ايده بوستاها. افهم من كده انك ما زلت مصمم على الانكار. انكر ايه بس يا بيه؟ هو انا كنت عملت حاجه من اصله؟ على العموم الحقيقة هتبان وانت يا سليمان مش هتقدر تنكرها لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة. برضه المتهم سليمان ما اعترفش. ايوه حضرة الضابط والاهم من كده ان بصمته طلعت مخالفة لبصمة الجاني. يبقى انا شك في محله. انت بتشك في شخص معين؟ ايوه فن. ويطلع مين الشخص ده؟ ده المدى وشفطورة ابو دومة. شفطورة ابو دومة ده مين ده؟ خريج سجون وعايش على البلطجة. عايش على البلطجة؟ ده عصر البلطجة انتهى من زمان يا حضرة الضابط. بس شفطورة متهياله انه لسه عايش في عصر البلطجة. ده على كده شخص مجنون. تمام. وجنانه ده خلى اصحاب المحلات اللي في منطقه المجنى عليه يتقوا شره. فكانوا بيدوله المبالغ اللي بيطلبها منهم. يدوله ازاي؟ طب ده كان لازم يبلغوا عنه. الجهل والجبن خلاهم ما يبلغوش عنه. طب وايه صلته بالمجنى عليه؟ هو جاء مره وطلب منه قرشين. والمجنى عليه استجاب لطلبه؟ لا رفض. طب لما رفض حصل ايه بقى؟ تطاول بالضرب على المجنى عليه. والمجنى عليه ما بلغش عنه ليه؟ خاف يبلغ لحسن شفطورة نفسه يبلغ عنه. شفطورة هو اللي هيبلغ عنه؟ ايوه. لما شفطورة مد ايده عليه قام المجنى عليه وعطى شفطورة علقة. ما خدهاش طول عمره. والادهى من كده ايه بقى؟ الادهى من كده ان المجنى عليه افقد شفطورة عينه. طب وشفطورة لما فقد عينه ما قدمش بلاغ ليه ضد المجنى عليه؟ هو ما بلغش لكن حلف انه لازم ياخد بطاره. يعني يكون المدعو شفطورة ده هو اللي ارتكب جريمة القتل؟ اكيد هو لانه اختفى من المنطقة ومحدش عارف هو فين لحد دلوقتي. يبقى اكيد هو مرتكب الجريمة. مهمتك بقى حضرة الضابط البحث عنه والقاء القبض عليه. سعادة البيه انا كان لازم اقتله. ده فقع عيني. طب ولما هو فقع لك عينك ما بلغتش الشرطة ليه عشان القانون هو اللي كان ياخد حقك؟ لا يا بيه انا ما بعترفش بالقانون اللي بتقول عليه حضرتك. ايه ما بتعترفش بالقانون؟ ايوه بيه ده انا شفطورة والناس كلها تعرف مين شفطورة. وعشان كده اخدت حقك زي ما تصورت بايدك. ايوه انا اخدت حقي
ولسه عاوز اكمل اخد حقي. كمان لسه عاوز تاخد حقك؟ ايوه بيه، وكنت ناوي اقتل مرات عطوة كمان. طب وايه ذنب مرات عطوة؟ ذنبها انها مراته. طب ده انا كنت هاخد حقي من عيلته كلها. بس يا خسارة، مش هتلحق تاخد حقك لانك هتتعلق في حبل المشنقة. يا خسارة يا الف خسارة، هتشيني قبل ما امسح عيلة عطوة من على وش الدنيا. يا خسارة يا خسارة يا بعد الاطلاع الاوراق وبعد سماعي شهادة الشهود وسماعي مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مد قانون العقوبات وبعد الرجوع لرأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم شفطورة هريدي ابو دومة بالاعدام شنقا. رفعت الجلسة.